بحار ملوك بغير شبكة ما عندهم حتى معنى، اللي ترافقهم في عمق البحر وتعاونهم في دمار رزقهم. كما نعرف الفلوكة ترجع تفرغ صيدها، لكن الشبكة من بعد تفريغها شنو هو مصيرها؟ شبك يغنوا البحر كل شيء ملاقي، فهمت؟ يدوروا الدار يخدموا، ساعة تجي حجرة، حجر ولا خردة ولا أي حاجة، قبل شايف يخدم لنا ذاك، فهمت؟ بعد قبل شايف يقطع، يجيوا يجبدوا ينفذوا والرقعة في البر، كل مهم يجيوا يرقع. في البلاصة هذه كما نشوف تتجمع الشباك وتلم بها صناعية، والصنعة ما يعرفوا سرها كان هما. بو جد حيد احنا صغار وفي مربوط ببعضها، تم ناس في البحر وتم في البحر وفي البر، هذه خدمة ناس رقعة ترقع في البر، أنا دي شاليتي أنا بالفرنسيس. بالنسبة لسايد الأعماق فهمت كيفاش، مش سيد السردين، فما سيد الأشباك تاع السردين، فما سيد الأعماق، هذه سيد الأعماق. احنا لازم الفلاك من كيف يهبطوا يرجعوا من البحر وشنو يقطعوا الشباك واحنا نرقعوا، يعني معناها كيما رايس في البحر تم رايس في البر، يرقع معناها رايس يقيس الشباك ويوصل واحد معلوم، واحنا نعلموا صغار كيما هكا وواحد وتمشي للناس، تمشي للناس ولا الناس وتجي معلومات، خاصة تعلمنا الخدمة دي على الطلاين قبل احنا كنا نعرفوش الشيء هذا، تو كل سيستم طليان قاعد نخدموا كذا واحد ونطوروا في الخدمة دي مكاك، خاطر تشوف الخدمة دي تم نوعين بالخدمة، فما الخدمة تاع الشيفرات ديك الجنبي يقول، فما وقت الجنبي وقت في الميسل الغليدي زول أخرى تاع بنات معناها مش كيف كيف، فما تاع حوت يجي تابع حوت، هما ذا تابع الحوت الجنبي الزويت هذا يبدو ريتها أكثر ويخدم في الحمول دي أكثر. يعني أنتم للصياد ما يخرج كان ما تخدموا أنتم خدمتكم، وأنتم ما تخدموا إلا ما يروح الصياد. المريح هو الصياد صحيح، يجيبوا لنا شباك يحط. كبار على الصنعة معاملين، والصغار هم يحبوا يعلموها، الصغار كما حكمة تقول يوفى مال الوالدين وتبقى صنعة اليدين. جماعة المهدية باش نعطيك معلومة حاجة صعب باش تعرف، جماعة المهدية وبرج الراس بالذات ولادهم الكل يرقوا، حتى لو كان يشد اي خدمه اخرى تلقاه تلميذ وتلقاه يخدم مهندس وتلقاه طبيب، الخدمه هذه لازم منها لانه صغره لازم يتلقاه مع ابوه مع مهلب. الصنعه والخبره بالنسبه لي كما هذه سمعناها شفناها. ترقع الشباك بعد خدمه صنعة كبيرة، ترجع البحارة لفلايكم، ترجع الحركة للميناء، بهذا عرفنا أن البحر ماهوش كان بحارة، البحر زاد هما رقعة.